الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. قالت وزارة الزراعة الحالية أن الثروة الحيوانية في العراق انخفضت بنسبة أكثر من 50%، وأكد المتحدث باسم الوزارة حميد النايف أن البنى التحتية ومشاريع الثروة الحيوانية دمرت بشكل كامل بعد غزو العراق سنة 2003، مشيرا إلى عدم إعادة تأهيل وتطوير هذه المشاريع نتيجة للظروف التي شهدها البلد وعدم وجود السيولة المالية الكافية للنهوض بهذا القطاع المهم. وبيّن النايف أن أسبابا عديدة كانت وراء تراجع الثروة الحيوانية، منها عدم وجود نظام لتلبية الاحتياجات من الأعلاف بسبب إلغاء الدعم على المحاصيل، فضلا على اعتماد استيرادها من خارج العراق، ما يجعل المنتجين غير قادرين على استيرادها بالعملة الصعبة، خاصة بعد ارتفاع قيمة الدولار في العراق. أعلنت تركيا رفع الحظر عن تصدير الحبوب إلى العراق وباقي الدول العالم. وقال رئيس مجلس إدارة جمعية مصدري الحبوب التركية حسين أرسلان بأن تركيا ممر دولي في تجارة المواد الغذائية، معربا عن ارتياحه لرفع الحظر عن تجارة الترانزيت من الحبوب والبقول ومحاصيل البذور الزيتية ومنتجات الأعلاف، مشيرا إلى أن حظر التجارة العابرة يهدد الأمن الغذائي في تركيا، وأن الحظر سيؤدي إلى فقدان الثقة مع الدول المستوردة لهذه الحبوب. من جانبها، أعلنت مصر رفع أسعار الفائدة على مختلف أدوات سياستها النقدية بمقدار 100 نقطة أساس. ورغم أن قرار رفع الفائدة هبط بسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار إلى متوسط 18 جنيها من 15 جنيها و70 قرشا، إلى أن البنك المركزي المصري يضع عبر قراره حلولا لأزمة قد تكون أعقد بكثير. أمام هذه التطورات، تشهد الأسواق المحلية ارتفاعات متتالية في أسعار السلع بسبب زيادة تكاليف الاستيراد والمواد الخام ومصادر الطاقة. سجلت العقود الآجلة للنفط مكاسب ملحوظة نتيجة التخوف من قلة المعروض، وسط أنباء عن نية بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على النفط الروسي، بالإضافة إلى التوتر الذي سببته الهجمات على منشئات النفط السعودية. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط دولارين إلى 114 دولارا للبرميل في بورصة نايمكس، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين ووصلت إلى 118 دولارا للبرميل الواحد. أترككم مع أسعار العملات. إلى اللقاء.